أن الحريرية السياسية انتهت، وأيضا هذا المقال في نداء الوطن، هل أصدرت الستارة عن الحريرية السياسية؟ نتوجه بهذا السؤال إلى نائب رئيس تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. صباح الخير. صباح النور. دكتور، كيف تقرأ هذه المقالات التي تحمل هذه العناوين؟ بالتأكيد يعني قد تكون بعض التحليلات نابعة من آراء خاصة، وبعضها بيكون بعض الأحيان تمنيات. الشيء المؤكد أنه كل الأحزاب السياسية والرؤى السياسية ممكن تمرق بطلعات ونزلات، وبالمبدأ أنه تحليل أو كلام بالصحف بناء على حدث معين بيستنتج منه أنه موقف سياسي أو خط سياسي أو فكرة سياسية انتهت، هيدا بعتقد أنه تسرع على الأقل، أو قد يكون مغرض بأحيان أخرى. نحن بنأكد أنه سنسعى إلى الاستمرار وإلى إقناع الناس بأنه هذا الخيار الأفضل للبلد، وإذا الناس ما اقتنعت بالنهاية الناس هي اللي بتنهي فكرة سياسية وخيار سياسي، مش لا تمنيات من مكان ولا تحليل من مكان آخر. دكتور، يعني عدم وجود الرئيس الحريري في سدة رئاسة الحكومة، هل يضعفه مع اقتراب الانتخابات النيابية كما لو كان في سدة الرئاسة، أم يقويه لأنه سيكون في موقع معارض وبالتالي هو ليس في السلطة؟ طبعا الجواب على هالكلام هيدا، لانه سيف ذو حدين، هو نعم ولا. ببلادنا عادة بالظروف العادية من هو موجود بالسلطة دائما عنده آفاق أوسع من اللي برات السلطة، لأنه طبيعة ناسنا بتحب الناس اللي بالسلطة للخدمات ولقدراتها وإلى آخره. لكن كمان بعد الثورة وبعد الانهيار اللي حصل أصبح أيضا الوجود بالسلطة هو تهمة. لكن خلينا نقول أنه كيفية تصرف تيار المستقبل والرئيس الحريري خلال الأشهر اللي جاية قبل الانتخابات هي اللي بتخلي النتائج تكون لصالحه أو لغير صالحه. لهيك نحن واجباتنا كتيار مستقبل نعيد نظهر الصورة من جديد والحوار مع الناس للوصول إلى نتائج، وإذا الناس قالت لا فهذا خيارها. نعم، هل يعني بقرارة نفسك هل تعتقد بأنه الرئيس نجيب ميقاتي يسعى للزعامة السنية، أم لا بديل عن الرئيس الحريري على الساحة السنية بلبنان؟ نحن ما بنعتقد أنه ما في بديل لحدا، يعني حتى الرئيس رفيق الحريري قبل استشهاده بنعرف الكلمة اللي انكتبت على واجهة مجلس الوزراء أو مقر مجلس الوزراء، أنه لو دامت إليك لو دامت لغيرك لما انتهت إليك أو لما وصلت إليك. عمليا سعد الحريري هو مقتنع تماما أنه في بدائل له بالتأكيد، وبالنهاية نحن عم نطلع عن رجال دولة بلبنان. أما الزعامات ذات الطابع الطائفي فبنتمنى أنه بوقت من الأوقات تنتهي أمره وما يعود موجود هذا الخيار بأقرب وقت. الرئيس نجيب ميقاتي حقه ينافس على موقع قيادي، وفي حال نجح كمان من خلال إقناع الناس فهذا حقه. لكن هالمرحلة هيدي تتخطى مرحلة التنافس على المواقع القيادية، لأنه نحن بمرحلة الإنقاذ، وفي حال لم يتم الإنقاذ فكل المواقع القيادية بتكون مقلقة طامة. هل توافق على أن هذه الحكومة ولدت نتيجة ضوء أخضر خارجي، وخصوصا بعد اتصال الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني، وبالتالي لو بقي الرئيس الحريري متمسك بتكليفه هل كان ممكن بأنه اليوم يكون هو رئيس للحكومة؟ يعني لو طول باله؟ نعم، من الصعب أنه نروح إلى استنتاجات مبنية على وقائع حصلت بالسابق. يعني نقول أنه لو عمل هيك بنقدر نوصل لهون. يمكن يكون عماد ميشيل عون وجبران باسيل على ما بدهم سعد الحريري، وربما وعلى الأسف هذا أمر محسوم، مش يمكن. طالما هذا أمر محسوم لربما كان وجود سعد الحريري يضيف إعاقة إضافية بتأليف الحكومة، فخلينا نقول ربما هيك. لكن بالتأكيد هناك شيء حصل، وربط المصير الحكومي بتفاهمات خارجية على محطات داخلية. يعني هدف رئيس الجمهورية
هو فلتزه بالجمهورية لا يبقى صهري. فعلى الأرجح في تطمينات ربما أجت لرئيس جمهورية أنه صهرك لح يضل له موقع ما بمكان ما، لكن عدا عن هيك حصل اتصالات بالتأكيد، حصل نوع من التمهيدات مؤقتة ومرحلية لإنتاج الحكومة. أما التفاهمات النهائية على المستوى المتوسط والطويل الأمد فبعد غير واضحة المعالم بهاللحظة. عم بتقول بأنه ممكن يكون إجاء اتصال رئيس الجمهورية حول تطمينات تتعلق بمستقبل صهره السياسي وأيضا بمستقبل صهره الرئاسي؟ ما بعرف إذا مستقبل الرئاسي، ولكن على الأقل السياسي. على كل الأحوال خليني أكد على أنه كل المعطيات التحليلية عندي، منشان ما روح أقول أني عندي معطيات مادية أو معروفة، بتأكد أنه مصير لبنان كدولة كحدود كتركيبة سياسية وكدستور سوف يطرح خلال الأشهر اللي جاية. وعلى كل أحوال كمان خلينا نذكر أن المبادرة الفرنسية تتضمن مؤتمر وطني. نعم. للي ناسين هذا المؤتمر الوطني سيتحول بسرعة إلى بحث التركيبة الأساسية، وبهم ميشيل عون وفريقه السياسي أنه يكونوا على رأس السلطة بهاللحظة هيدي لضمان مستقبله. السؤال الأخير، بنعرف دكتور علوش بأنه يعني عدم الدعم، وجود دعم السعودي أثر بشكل كتير سلبي خلال فترة تكليف الرئيس الحريري، وهذا الدعم بعده مش موجود لليوم. هل تعتقد بأنه أيضا حكومة الرئيس ميقاتي أيضا لن تحظى بدعم سعودي؟ الأسباب اللي أدت إلى عدم دعم أو عدم إعلان عن دعم للبنان لا تزال قائمة. عنوان خطاب قاله حسن نصر الله امبارح وعلى مدى السنوات الماضية، مشكلة السعودية هي مع لبنان حسن نصر الله ومع أتباع حسن نصر الله. أما مين هو رئيس وزراء بلبنان فهذه مسألة بكل موضوعية وبدون مكابرة هي مسألة تفصيلية. القضية هي مرتبطة بالسياسة اللبنانية ومن يسيطر على القرار السياسي والأمني في لبنان. هل تنصح الرئيس ميقاتي بأن يحاول بأن تكون أول زيارة له إلى السعودية؟ بظن أنه حتى ولو حصل هالشيء هذا بظل الوقائع القائمة يمكن يستقبلوا السعوديين ويقولوا له روح أن نصر الله بأنه يوقف حملاته على السعودية وبعدين بنحكي. هل ستكون هذه الحكومة قادرة على أنقاذ لبنان حسب ما شفت من الأسماء يلي تم اختيارها لتأليف هذه الحكومة؟ يعني مش كثير من الأسماء لا توحي بالثقة، وبعض الأسماء ما بنعرفها. أنا ما بظن أنه تركيبة الحكومة وأسماء الوزراء تبعها هي القضية. القضية هي بمن أتى بهؤلاء إلى المكان اللي هن فيه. نعم. هذا هو السؤال. المنظومة لا تزال قائمة، الواقع المنقسم لا يزال قائم، سيطرة الميليشيات المسلحة على القرار السياسي والأمني ويبدو هلأ الاقتصادي بالتهريب وغيره أيضا بالنفط اللي جاي، يبدو أنه هذا مؤشر لاستمرار الوضع والزيادة بالتدهور. لكن نعم، وجود حكومة أفضل من عدم وجود حكومة حتى لو كانت ضد هذه الحكومة، لأنه المسؤولية تقع بمكان واحد. نائب رئيس تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش، شكرا لك.